اسكندريه على مدخل القريه كده، اهو مدخل القريه، يعني ده طريق الدخول. في هنا هو مكتوب الله اكبر، مكتوب البدويه، مكتوب بدويه بس مش عارفه واضحه لحضراتكم ولا لا. في كمان لوحة كده، وفي هنا الكارتة التقليدية، وفي كمان كارتة قصادها تانية، حاطين كده كارتتين. مكتوب بدوية، يا رب يكون واضحة كلمة بدوية. وادي المدخل اللي بنستخدمه للدخول. فيديو قصير، يا رب يكون عجبكم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وأمنه.